أعود لك أستاذ بسام، نصف مساحة منى يعني مستغلة من جانب المباني الحكومية المشاركة في الحج، يعني ألا ترى أنه من الضروري نقل هذه المباني إلى منطقة أخرى حتى يتم التخلص من زحام المخيمات التي امتدت إلى الجبل، أم هناك حلول أخرى ممكن تقترحها؟ نعم، هو حقيقة هو لازم لابد من تواجد هذه المباني داخل المنطقة نفسها، لأنه ما في وقت أن يكون في يعني تنقل من مكان لا سمح الله في حالة وجود أي مشكلة. الحل أنه يكون في طرق ذكية للتعامل مع 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 الوضع هذا. الآن بدأوا أو من فترة سنوات مضت بدأت العماير متعددة أو يعني بنايات متعددة الطوابق، وبالتالي هي بتحل نوعا ما في مشكلة المساحة هذه طبعا بعد الرجوع للفتوى. الأهم لازم يوضح أنه لابد يكونوا متواجدين في هذه المناطق. ممكن تكون المساحات يعني ممكن أنهم يعني يتحاولوا يتصرفوا نوعا ما، بدل ما يكون تعدد الطوابق للإسكان خلي تعدد الطوابق للجهات الحكومية نفسها. هذا ممكن يكون أحد الحلول، أو يكون على أطراف المناطق والمشاعر المقدسة. نعم. برضو هذا حل آخر. لكن عموما في كل الأحوال هذه من سنوات موجودة هذه المباني وتواجدة وبتؤدي عملها، لكن طبعا مع الوقت طبيعي أنه زيادة عدد الأشخاص كحجاج أكيد راح يبادر إلى طرح حلول بإذن الله. نعم، أنتقل إلى اتصال هاتفي طبعا معنا الصحافي الأمني في صحيفة عكاظ الأستاذ حسين هزازي. مرحب فيك أستاذ حسين في برنامج هلا وكل عام وأنت بخير. في البداية يعني حابة أعرف عن عملية التي أحبط فيها رجال الجوازات قبل يومين 3500 تصريح حج مزور أعدتها عصابة مكونة من 5 أشخاص من بينهم سيدة سعودية، كيف تقرأ واقع تجارة تصاريح الحج المزورة وانعكاساتها أيضا على خطة الحج؟ مرحبا أستاذ رولا. بالنسبة لل يعني الحادثة اللي وقعت من في جدة، المعلومة الصحيحة أنها ليست 3000 ولكنها من ذلك، يعني أتوقع في البداية كان 3500 تصريح مزور، ثم 1250 في منطقة الشميسي لهذه العصابة لتصل إلى 4750 تصريح مزور. العصابة مكونة من 6 أشخاص. بينهم 3 سعوديات وليست امرأة واحدة. يقودها وافد. ولكن بالنسبة لانعكاساتها، أنا أتوقع أن الدولة يعني الدولة بنت خططها للحج على أرقام ودراسات المختصين في البحوث والتطوير من مختلف الجهات الحكومية. وتتابع نمو خططها في الحج عبر أرقام وإحصائيات مدروسة. وبالتالي دخول أعداد كبيرة من الحج بتراخيص مزورة قد ينعكس سلبا على الجهود المبذولة والخدمة المقدمة للحجاج في المشاعر، وربما أيضا في قد تضعها في مأزق إذا لم تتنبه لذلك. طبعا وزارة الداخلية وجهت في وقت سابق أمراء المناطق بمساندة الفرق الرقابية التابعة لوزارة الحج من أجل تطويق الحملات والكشف عن التصاريح المزورة وإيقاع أقصى العقوبات ضد المخالفين. نعم. بالإضافة أنه هناك تصاريح مزورة تأتي من خارج المملكة. أنا أعتقد أنه الأمس أعيد 453 شخص قدموا الحج من خارج المملكة ضمن بعثات رسمية، ولكن بعد التدقيق اتضح أنها كانت مزورة. مزورة. نعم. أعتقد تمنى مديرية الجوازات يعني عدة الكادر البشري المدرب يعني والمؤهل للحج لمكافحة التزوير باستخدام أجهزة حاسبات متطورة. طبعا يعني دخول الحجاج بكل يسر وسهولة. نعم أكيد. شكرا لك أستاذ حسين على هذه المداخلة وأيضا التوضيح. أعود لك أستاذ بسام، يعني دائما ترصد هناك حالات اعتراضات كثيرة على أسعار حملات الحج وأسعار المخيمات أيضا، أليس من المفترض أن تتدخل وزارة الحج لضبط هذه المسألة وعدم تركها لشركات الحج، أم ماذا برأيك؟ وأيضا لو كان عندك تعليق على الحادثة وأيضا اللي هي تصريحات الحج المزورة. هو حقيقة عندي تعقيب على ما ذكر الأستاذ كريم، وهو خلينا نقدر نطلق عليه اقتراح. نعم. لوزارة الداخلية أو وزارة الحج أو فيما بينهم طبعا، هو لو كان في طريقة سهلة وبسيطة لأنه كل شخص قبل لا يروح أي حملة ويشترك في برامجها ويدفع مبالغ، أنه يكون في داتا يعني يكون في بنك معلومات أو شركات أو حملات تكون معتمدة لدى الجهتين، وزارة الداخلية ووزارة الحج، وبالتالي أنا كعميل
شخص ابغى حاب انه اعمل فريضه الحج، انه اتاكد سواء عن طريق ويب سايت، موقع الكتروني او هاتف مجاني باي طريقه إن كانت، انه اسم الحمله ورقم ترخيصها يؤكد لي هل هذه الحمله فعلا معتمده او لا. هذا مقترح ممكن يحد تماما من حكايه الحملات المحليه. صحيح صحيح. بالنسبه لاسعار الحملات او هل هي مناسبه او لا، اول شيء لازم ننظر انه المفترض انه الحج نتمنى انه ما يوصل لمرحله انه هو حج للاغنياء فقط. نعم. وللاسف هذا الان ممكن يكون واضح جدا، انه الان الشائع بين شركات الحملات. نعم. في نعم اصبحت منافسه في تقديم الخدمات الفي اي بي. الحج شعيره دينيه لكي تصل الى 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 الثواب ان شاء الله تعالى ومحي الذنوب، لابد يكون في تعب جسماني و كل اشخاص سواسية، جهد، بلاش يكون تعب، جهد. نعم. نعم. اللي حاصل انه الموضوع صار اغلب الى الشكل التجاري او الشغلة الربحية، الله اعلم، لكن بشكل عام لازم نتعامل احنا بذكاء مع هذا الموضوع. نعم. انا من وجهة نظري، وايضا ممكن يكون كمقترح، يعني لازم نغير حتى في آلية يعني المساعدة والدعم، يعني الاشخاص الميسورين ممكن يقوموا بدفع رسوم او تخفيف الرسوم للاشخاص يكونوا ذوي دخل محدود. هذه افكار ممكن تتطبق، وبالتالي يكون يعني من هذا الباب. هو الافتراش من فين جاء وكيف يعني ليش بنوصل لمرحله الافتراش؟ انه في اشخاص يعتقد انه الحملات مكلفه بالنسبه له، وهو شخص ما عنده امكانيه ماديه، وبالتالي بيلجا الى الافتراش. اغلب الاشخاص بيعملوا هذا الشيء. فاحنا ممكن نضع حلول، انه إذا وضعنا حل مقنن لموضوع الأسعار ممكن تختفي ظاهرة الافتراش من وجهة نظري طبعا. نعم. يعني كمان لنأخذ الموضوع بتوسع أكثر، سنتابع حل الآن أستاذ بسام تقرير عن قطار المشاعر والخدمات الجديدة المقدمة للحجاج. طبعا نتابع في هذا التقرير، ثم نعود لاستكمال حديثنا. تبذلها السلطات السعودية للقضاء على مشكلة الازدحام في موسم الحج، والذي أعلن عن انطلاق قطار المشاعر المقدسة لهذا الموسم، والذي يبلغ جاهزيته نحو 30%، ومن العام القادم سوف يعمل القطار بكامل طاقمه. ويبلغ طول القطار 300 متر، وسيكون القطار الأكبر في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، وهي 3000 شخص في الوقت الواحد. ولهذا القطار قابلية كبيرة من قبل الحجاج. والله اولا القطار هو اول سنه وتجربه جديده، ونقول ان شاء الله انه ناجح 100%، وتقبلنا لهم متقبلينه بكل نفس طيبه وبكل، ونتمنى التطور الاكثر له، ومسرورين ومبسوطين من القطار باذن الله. انا فكره زينه وناجحه 100%، وتريح الحجيج كله ان شاء الله. اللهم يجزيهم، الله يجزيهم الخير اللي يقومون بهذه الفكره مشان يوفرون الحجاج الوقت، وهاي فكرة جيدة وممتازة، ونتمنى من لها النجاح والتوفيق إن شاء الله تعالى. أولا نشكر الحكومة السعودية على هذه الخدمات التي تقدمها إلى حجاج بيت الله الحرام، وجزاهم الله عننا كل خير، وخدمة ما شاء الله رب العالمين لم تتوفر لأي إنسان عدا هالبلد. هاي خدمة إن شاء الله إنها خدمة ممتازة، والله يوفق الحكام، والله يوفق كل القائمين على هذا المجال الخدامي، وما شاء الله رب العالمين خدمة فوق ما تصور، يعني فوق ما يتصور البني آدم على التخيلات اللي كان ماخذها عنهم من أول. خدمة الحمد لله ما شاء الله رب العالمين، ونشكر الله اللي وصلنا لهذه البلاد، وإن شاء الله بيقبل مننا وبيقبل من جميع الحجاج حجهم إن شاء الله، وبغفر لهم ذنوبهم إن شاء الله يا رب العالمين. ويبقى هذا القطار رهنا للأعوام القادمة وما يقدمه من خدمات. اليوم هو أول أيام رحلات قطار المشاعر. عبد الله يحيى لبرنامج يا هلا مشعر منى. شكرا مرة أخرى عبد الله. يعني أستاذ بسام، مع تشغيل قطار المشاعر الليلة بشكل نسبي لنقل الحجاج كمرحلة تجريبية، برأيك ما هي الأشياء الإيجابية التي سيستفيد منها القطاعات الحكومية المشاركة في أعمال الحج؟ أولا حب أوضح أنه هذه بادرة أخرى، أن المملكة العربية السعودية
يعني تتخذ دائما خطوات لتسهيل الحج. المفترض الان من باقي زي ما تفضلت باقي الجهات انه هي الان طبعا في مشروع اسمه قطار الحرمين اللي هو يعني ما بين مكه وجده، حلو انه نستشعر نجاح وفشل اي شيء من نفس الاشخاص اللي بيستخدموا هذا الشيء. الان في الريبورت او التقرير هذا اللي شفناه كان الكل بيثني على هذا المشروع، بالتالي تعميم هذا المشروع على خطوات اخرى، ليش ما يكون من لحظه وصول الحاج أو الحجاج في المطار إلى وصولهم إلى مكة المكرمة تكون بهذه الطريقة، طالما أثبتت في هذه الجزئية أنه هي ناجحة جدا. هذا ما نتمنى إن شاء الله عز وجل. نعم، يعني بالنسبة لسعر التذكرة، يمكن تم تحديد سعر تذكرة الصعود القطار بمبلغ 250 ريال، هل تعتقد أنه هذا السعر سيرفع من أسعار حملات الحج مستقبلا، أم ترى أن هناك سيكون ضوابط لهذه المسألة أكثر وأكثر وتحدد هذه الأسعار؟ هنا يعني هنا تأتي دور الرقابة على الحملات. المفترض أنه طالما في استخدام للقطار بالتالي راح يكون في تكلفة أقل على الحملة، لأنه السيارة غير القطار طبعا تكلفة راح تكون أعلى. نعم. بالتالي لازم يكون في رقابة، يعني قبل الرقابة لازم يكون في يعني مراعاة من أصحاب الحملات والشركات في تقديم الخدمة هذه طبعا. نعم، أنتقل إلى أيضا اتصال هاتفي مع المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يعني ليكون بظبط الاتصال. خلينا نحكي أكثر عن، نرجع شوي لموضوع أستاذ بسام، عن تقارير صحفية التي تشير إلى أن حجاج الدول العربية هم الأكثر مخالفة لأنظمة الحج بعكس الدول الأجنبية الأخرى، يعني شو السبب أنه وجود هذا المخالفة فقط من الدول العربية أكثر من الدول الأجنبية؟ هل السبب هو أنه عدم هناك حملات، وجود حملات تعريفية وتثقيفية قبل الدخول للأراضي السعودية أم ماذا؟ والله يعني أفسرها هي أزمة ثقافة طبعا للأسف، يعني عندنا أزمة ثقافة احترام النظام، يعني ودول العربية أكثر من الأجنبية تحترم النظام، يعني مخالفين عرب أكثر من الأجانب حسب ما ذكرتي. نعم أيوة، حسب ما ذكرتي ثقافة احترام النظام موجودة في الأجانب أكثر من العرب، هذا هذا يعني نشاهده حتى في تعاملاتهم اليومية أصلا بينهم كأشخاص. وبالتالي يعني احترام الأنظمة، يعني الآن لو كان في احترام للأنظمة ما كان حدث افتراج، ما كان حدث مخالفات في موضوع تصريح الحج أو الدخول. يعني نتمنى أنه يعني كمسلمين وكعرب نحترم ديننا الإسلامي قبل الأنظمة، وإذا احترمنا الأنظمة الواحدة تكون كافية أساسا. نعم. لكن إسلامنا يحث أنه إحنا ما يعني ما بني على، كما نذكر دائما ما بني على باطل فهو باطل. صحيح، يعني الأساس هو أن تكون هناك في حملات تثقيفية وتوعوية للحج وشروط الحج وقواعد الحج من قبل كل دولة قبل الوصول إلى المملكة. أكيد. أعود إلى الاتصال الهاتفي طبعا مع المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني، من رحب فيك برنامج جهل، كل عام وانت بخير. يعني خبرنا أكثر عن واقع الطقس الحالي للمشاعر المقدسة وما هي التوقعات للأيام المقبلة أيضا. بمشيئة الله تعالى كما توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر ظهور من تشكيلات السحب المتوسطة والمنخفضة على منطقة مكة المكرمة تشمل المشاعر المقدسة، ولا يستبعد أن يكون هناك أمطار متفرقة منها خاصة على المرتفعات الطائف المطلة على منطقة مكة المكرمة، كما ستكون هناك بإذن الله تعالى يعني ارتفاع في درجات الحرارة في فترة النهار قد تصل إلى 34 درجة مئوية على مشعر عرفة يوم غد، بينما تنخفض درجة الحرارة في المساء تصل حتى إلى 2 أو 23 درجة مئوية، وهو يعتبر إلى حد ما طقس لطيف نسبيا. الرياح السطحية ستكون بمشيئة الله جنوبية غربية على مجمل منطقة مكة المكرمة وجنوبية شرقية على المدينة المنورة، سرعتها قد تتراوح ما بين 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة بإذن الله. بإذن الله. شكرا كثير لك أستاذ حسين، وأكيد أستاذ بسام بتشكرك لتواجدك معنا في برنامج جهلة، وأكيد نحن نتمنى يكون موسم الحج لهذا العام هو موسم خالي من الحوادث ويكون موسم خير على الجميع.